ولا الشعب يخلفونا مكتوب على عالمنا مخزان ديما ظالمنا الموت ولا المدلة بالوحدة والتضامر بالوحدة والتضامر اللي بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامر اللي بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامر اللي بغيناه يكون يكون يا قياد يا صهيون براهيم في العيون يا قياد ويا صهيون زين في العيون يا قياد ويا صهيون هي كلمة واحدة والسلطة فاسدة هي كلمة واحدة والقائد في خطر الله شعر في خطر ولاد الشعب حقرتوهم
وهذا الشعب عاش عاش وهذا الشعب عاش عاش وارب ماشي او باش وطلب ماشي او باش طمشى وماشي او باش لما كذب لما كذب لما كذب لما كذب يا التغيير يا الشهادة يا التغيير يا الشهادة لما كذب لما كذب لما كذب لما كذب يا التغيير يا الشهادة قمع قمع وزيد قمع 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 وزيد قمع وما بقيتي شي كتخلع وما بقيتي شي كتخلع الله لا على الله لا على في قارة القطارة في قارة القطارة الله أكبر الله أكبر قمع 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 ولاد الشعب ولاد الشعب لا منها ولاد الشعب قمع 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 لا منها نيشات 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 ليبس الوطن ولاد الشعب نيشات ليبس الوطن ولاد الشعب قمع قمع وزيد قمع 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 وزيد قمع مبقيتيش كتخلع قمع قمع وزيد قمع مبقيتيش كتخلع صور صور تاع عيام صور صور تاع عيام صور صور تاع عيام بارك الله من الحياة صور صور تاع عيام صور صور تاع عيام بارك الله من الحياة الموت ولا البدلة 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 والمخزن يقمع فينا جينا ولا شينا والمخزن يقمع فينا وحتشينا وابراهيم ابقى فينا جينا وحتشينا وابراهيم ابقى فينا جينا وابراهيم القافينا جينا وحسنينا وابراهيم القافينا والقايد كوبرتيت والقايد كوبرتيت والقايد كوبرتيت والقايد كوبرتيت اخوان واحد مستهل اول حاجه تحيه لايطاليا الحضور كامل ثاني حاجه غنبغي نقول لكم هو تضامنا مع الطفل والتلميذ ابراهيم بن منصور اللي تعرض للقمع والسب والشتم والاهانه محاوله اغتصاب اللي تعرض كيما كنقول انه انا عندي صوت شويه باش يسمع كلش انه تعرض للقمع والسب والشتم والاهانه هو اللي سبب له في انهيار عصبي اعاقه جسديه اعاقه ذهنيه امام هذا الوضع الاخوان كان ضروري انهم يتضامنوا مع هذا الشاب لان هذه الممارسات المخزنيه المقيته ديال العهد البصري راه اليوم كنقولوا هاد السلطه الحاكمه والغاشمه اللي كنأكد عليها السلطه الحاكمه والغاشمه انه بنيما كذا عبر التاريخ ستبقى شوكه عبر التاريخ
الزمنية ديالو، عملوا المستحيل أنهم يفرقوا من الإخوان. على ديك الآية غنطلقوا واحد المسألة، أول حاجة الكلمة ديالنا غتكون مختصرة لأنه تابعنا شوية الشغل. نصلكم بالعاود سدين وليدات الحليب وضالون وكذا، ماشي سنترال. مقاطعين الحليب أصاحبي، ماشي سنترال زعما. مقاطعين بعدا باش تعرفوا، لأن كما كنعرفوا المغاربة كاملين مقاطعين هذه المنتوجة وبدون استثناء. المهم في هادشي كامل أنه الرسالة ديالنا كانت اليوم أن بنينا كذا ستبقى دائما عصية على القمع المخزني وعلى المخزن، إذا فكر سينار أنه يعيد ديك الممارسات اللي كان كيعملها شحال هادي. بنينا كذا دائما كما قلنا كانت شوكة، الحمد لله هادشي اليوم اللي هنا راه كيفرح إخوان، كاين التلاحم، كاين التضامن، كاين الوحدة، وهذا أهم شيء. اليوم الوقفة ديالنا هي كانت وقفة من أجل التضامن، كانت عفوية، وأنها هي وقفة أولية لأنه غتكون في القادم الايام وقفات على اساس انه التضامن الفعلي مع الضحيه ابراهيم المنصور الطفل والتلميذ اللي تكمع واللي كما قلنا انه القمع سبب له اعاقه ذهنيه وجسديه في نهايه المطاف، ممكن انه في الحياه ديالو كامل يبقى مسكين راهين ديك الاعاقه. حنا كنعرفوا في المغرب بنادم بصحته الشواهد ديالو بالدبلومات ديالو ما كيخدمش، ما بالك انسان اللي هو مقعد فوق كرسي متحرك كذا الى اخره. اول حاجه كنبغي نقول الشكر الجزيل للاخوان اللي مشاركين هنايا واللي اكدوا مرارا وتكرارا انهم واحد مساله كاين واحد مساله الدراري باش تستغلوا هذا الشيء، هذا كاين بزاف ديال المسائل استغلوا هذا الشيء، هذا انه كاين واحد مجموعه ديال المسائل اللي مهم في هذا الشيء هذا كامل، انه حنا وصلنا الرساله ديالنا وانه داك المشاكل اللي كاين نستغلوا هاد الفرصه اللي كاين في السوق، راه اللي موراهم هو المخزن والهدف ديالو هو ضرب اخوان فيما بيناتهم، لانه في نهايه المطاف في الاضعاف ديالنا في نقل الصراع الى داخل السوق، انه نوليو حنا كنتصارعوا مع بعضياتنا تما في كينتعش هو. حنا دائما يد وحده كنعاودها شكرا، وما عمرها غتكون بحال اللقاء الاخر اللي مورايا. تحية ميزانية والاخوان اللي عنده شي حاجة انه كاين تفكير انه غنديروا وقفة ثانية وثالثة ورابعة حتى محاسبة ومحاكمة القائد الحكار والجريء. الله اكبر.